السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. بفيديو سابق شرحت عن طريقة التقديم على الحصول على ورقة العزوبية. جتني أكثر من استفسار أنه الصورة الشخصية ما عم تتحمل. اليوم رح نحكي عن هالمشكلة ونشرح لكم كيف بتقدروا بترفعوا الملف الصورة مشان تقدموا على ورقة العزوبية. بالبداية إذا كنت أول مرة عم بتتابع الفيديو بتمنى تحط لنا إعجاب وتشترك بالقناة وتعمل شير لصديقك اللي بحاجة لهذه الورقة. هلأ شغلة تانية بدي نوه عليها، انه كتير بالآونة الأخيرة عم شوف على الفيسبوك مناشير كاتبين انه نحن منطالع ورقة العزوبية من غير ما تروح على ولايتك بمبلغ 200 ليرة. طبعا ما هي الحكومة عن طريق الإيدولات اتاحت هذه الميزة مشان تسكر على موضوع السماسرة. يعني انت فيك بطريقة بهالطريقة تقدر تقدم الطلب تاخذ ورقه العزوبيه. طبعا راح نتابع الخطوات خطوه بخطوه. بالاول لازم يكون عندك شفره الاي دولات، راح تفوت عليها بعد ما تدخل على البرنامج. شغله ثانيه بدي نوه عليها، الكيملكو مكتوب عليه ايفلي متزوج ما بيصير ياخذ هاي الورقه. يعني هاي الورقه متاحه فقط لاصحاب الكمالك اللي كاتبين على الكيملك تبعهم بكر يعني عازب، بيقدر بيطالع هاي الورقة مباشرة. بعد ما فتنا على الاي دولات رح ندخل على خيار البحث، نكتب ايفلي ما اهليت. مباشرة رح نروح على خيار البحث ونكتب ايفلي ما اهليت. رح نضغط على اول خيار جوتش دارسي جنال مدرو، من هون راح نقدم الطلب. هون راح نكتب نضغط على يني باشفور. قلت لكم الكيملك تبعه عازب بيقدر بياخد هاي الورقة، اما اذا كان متزوج ما فيه يحصل على هاي الورقة. راح نضغط على يني باشفورو ونتابع تسجيل. هون بعد ما فتحت الصفحة راح تطلع معلوماتك الشخصية، رقم التليفون، رقم الايميل والتيجي تبعك. هون كاتبي لك انه وين بدك تثبت، انت باي بلدية بدك تثبت. هون الخيار الاول وين بدك تثبت باي بلدية، شوفين هذا الخيار. هون راح نختار اسم البلدية اللي بدنا نثبت فيها. طبعا كل البلديات موجودة، في حال ما كانت موجودة راح تضغط على اخر خيار، تنزل لتحت لتحت تكتب اسم البلدية في حال ما لقيتها. راح تكتب هون اسم البلدية، مثلا فرضا راح نختار اسم بلدية الريحانية لاني انا ما لقيتها. ماشي، هون راح تنزل الخيار الثاني، الشخص اللي بدك تتزوج منه. يعني اذا انت عم تقدم الطلب لك، الشخص اللي بدك الشخص البنت اللي بدك تتزوج منه، هون راح تحط التيجي تبعه. هون اجباري بدك تحط رقم التيجي تبعه. هون بعد ما بتكتب التيجي بتنزل على الخيار تحت كاتبي لك جواز السفر. اذا كان في جواز سفر تكتب الرقم تبعه، اذا ما كان موجود تكتب صفر. تحت راح تكتب اسم الزوجة ومع كنيتها. تحت تاريخ الميلاد تبعه هون راح تكتبه مثل ما كاتبي لك، فرضا احنا اخترنا التاريخ تبع التعيين. هون راح تختار الجنسية تبعتها، في حال كانت سورية، عراقية، تركية، بختار الجنسية تبعيتها من هون. هذا الخيار إذا كان عم يقدم شاب أكيد راح يحط إنه بنت، وبالعكس إذا كانت بنت هون راح تكتب معلومات الشاب. هون المشكلة اللي عم يوقع فيها الكتير، انه لما عم بيحمل الدوسيا عم بيرفق صورة الكيملك اللي بدك تتزوج منه. لما عم بتحط الصورة عم بيكتب لك خطأ. هلا رح نجرب كيف نحط صورة، شوف شو رح يكتب لنا. على التعيين مثلا احنا رح نحاول نحط صورة لفرجيكم كيف عم بيطلع خطأ. فرضا نحن رح نحط هاي الصورة، شوف عم بيعطيني خطأ انه ما عم تتحمل. هون يا شباب طالبين انه نحمل الصورة PDF ويكون حجمها صغير. بدنا نروح على متجر بلاي ننزل تطبيق تحويل الصور الى PDF. بنروح على متجر بلاي بننزل هذا البرنامج تحويل الصور الى PDF.
بعد ما نثبت هذا البرنامج رح نفتح البرنامج ونحول صيغة الصورة لنفرجيكم كيف رح تتحمل بشكل صحيح. عنا البرنامج، حطينا صورة، هلأ رح نعطيه تحويل مباشرة. نضغط على تحديد الصور، منروح على الاستوديو بنختار صورة الكيمنيك مشان نحولها. نزلت عنا الصورة، فور مباشرة رح نكتب لها تحويل إلى PDF. هون بتحط له تحويل، وهيك صار عندك الصورة PDF. هلا رح نرجع على المتصفح تبع الإي دولات ورح نحمل هاي الصورة بقلب الدوسيا، ورح نروح للملف اللي حفظناه بالهاتف. رح نلاقي ونحمله مثل ما شفنا هاي الصورة، هاي حملناها. شوفوا كتب لي بالأخضر تم تحميل الصورة. هلا بس ضغطنا على دوامت رح يتقدم الطلب عنا. تقريبا بعد 12 ساعة بنرجع بنفتح على الإي دولات وبنشوف الطلب إذا كان وافقوا عليه ولا لا. رح لكم كيف الطريقة، تنزلوا الورقة بعد ما يوافقوا عليها الطلب. بعد ما قدمنا الطلب هلا رح نرجع نسحب الورقة، رح نرجع نكتب بالبحث إفليما أهليات، رح ندخل على الخيار الأول، هون مثل ما شايفين الطلب اتوافق عليه، ومن هون بننزل الملف بنحمل الصورة وبتكون عنا الورقة صارت جاهزة. جاهزة وبنطبعها من أي مكتبة وبتاخدها للبلدية بتقدمها. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بالقناة. تقبلوا تحياتي.